www.radiocity.net. وحنا غادي نوقف التعليم في عزالي، ماشي نوقف واحد المدرسة. أنا كنقولها لك قدام الأعضاء ديال المجلس والسيد كتيب العام والرئيس وكلشي. راه حنايا عندنا في المدارس ديالي عزانين الكارثة. أنا كنقول لك من الجمعة إلى ما غادي تجي اللجنة من النيابة تما بحضور أنا معاهم، ماشي يجيو يدوروا وحدهم. تعلمني باش نديروا الدورة وتشوفوا فين غادي يمشيو، فين ما كان لا المرحاض ما كان حتى شي حاجة، فين غادي يمشيو البنات الولاد والعسكر كيهجم عليهم تما. السلام عليكم.